معنا سي هيكل من عبد الله، سي هيكل رئيس النيابة الخصوصية سابقا. سي هيكل بربي كان تحط لنا الموضوع في إطار. لا احنا اليوم اجتمعنا في مقر المعتمدية بحضور السيد المعتمد وبحضور السيد رئيس البلدية وحضور مجموعة من أحباء الهلال. الموضوع متاعنا هو إنقاذ الهلال الرياضي بمساكن. راهو الجمعية هذه جمعيتنا الناس كل، احنا مساكنية باسم الجمعية هذه مستعدين ضحيوا كل شيء. ندائي لكل أحباء فقط أنه نوقفوا مع بعضنا. فما هيئة جديدة الآن مش تشرف على فرع كرة اليد كبداية لمرحلة الإنقاذ. نحطوا يدينا في إيدين بعضنا الناس الكل ونحاولوا باش ننقذوا هالجمعية هذه. أنتوما الهيئة جديدة مازالت ما توضحتش الأمور فيها الأسامي، ما نجمش نعطي تو أسامي. عندنا غدوة اجتماع رسمي باش نحدوا المهام تاعنا، باش نختاروا رئيس فرع مش يكمل المهمة نتاعو على فرع كرة اليد، ومش نخدموا مع بعضنا مجموعة متكاملة، مجموعة متكاملة من الأحباء الغيورين على الهلال. وعندنا حتى مصلحة فقط إنقاذ الجمعية. هذا نداء للأحباء، توقفوا معنا فقط، نوقفوا معنا باش نعديوا الموسم هذا الصعيب. هو موسم صعيب على الرياضه الكل، ولكن جمعيتنا احنا اولى به. مش باش يجي الغريب باش يوقف لنا الجمعيه نتاعنا، احنا نوقفوا الجمعيه نتاعنا واحنا مدين يدينا للناس الكل. وان شاء الله نلقاو حل ونلقاو تجاوب من عندكم. اني ندائي هذا الاحباء للهلال المساكن، لرجال اعمال في رجال في مدينه مساكن، للناس الكل اللي تحب مساكن، هذا هو ندائي فقط. راهو فما ناس مش تحب تخدم الجمعية وداخلة باش تخدم الجمعية. نحطوا يدينا في يدين بعضنا وننقذوا جمعيتنا فقط. الاجتماع تاع اليوم هو جاء بناء على والا تبعا للمشاكل بين قوسين توجدت في الايام الاخيرة في فريق هلال الرياضي بمساكن، خصوصا في فرع كرة اليد الشهد عدم اجراء المقابلة نتاع السبت اللي فات. حبينا اليوم بحضور السيد المعتمد وبحضور الهيئة المديرة للهلال الرياضي مساكن وهيئة الأحباء وبعض الغيورين على الجمعية، حبينا نحطوا الأمور ونشوفوا شنو المشاكل المتواجدة نلقاو لها حلول. زاد ما ننكروش أنه في ظل انسحاب وإلا السيد رئيس فرع كرة اليد سي عماد قراع أعلن عن انسحابه عن رئاسة الفرع وعن الجمعية، حبينا نشوفوا نلقاو حلول عاجلة باش الفرع يواصل النشاط نتاعو. واسم الهلال في الميزان واسم كبير، وهذا دورنا احنا اليوم كغيورين على الجمعية هذه باش نصلحوا الوضع على موجود، وإن شاء الله تكون المساعي مكلنة بالنجاح. والله توا الإجراءات الأولى اللي تفهمنا فيها وإلا الخطوات الأولى باش نعملوها، يقع اجتماع غدوة إن شاء الله بحضور كافة الملاعبين باش نقوموا بالمقابلة نتاع يوم السبت وما يصيرش غياب مرة أخرى كما صار السبت اللي فات. وسيقع تشكيل هيئة دعم للجمعية مهمتها باش توفر شويه فلوس، خاطر الفلوس هي اللي باش ينجموا يخدموا ويواصلوا النشاط. وفي نفس الاطار سيقع تكليف رئيس فرع جديد لكره اليد في انتظار ان شاء الله يكون القادم احسن. كلامي شنو نوجهوا ساعه اول حاجه للجوارات، ساعه اول حاجه هذه مش في صالحنا. تو الفورفية الثانيه هذه معناها تعليق نشاط للفرع كامل باش يوقف نشاطه. هذه لازمنا اول حاجه بكبارنا بصغارنا نمشيو نلعبوا ماتشنا ونمشيو نخموا ساعه في الجمعيه، ومن بعد هاو فما تو مع السيد المعتمد هاو خلق حلول برشا حلول خلقهم، وباش ان شاء الله ما يكمل العام الا تلقانا متفرهدين في وضعيه اخير من هيك. الحلول موجودين، هو تكثيف العناصر البشريه اللي هي المسؤولين، معناها للمسؤولين فما معناها زوج ثلاثه معناها مسؤولين قدم باش يجيو يدعموا الجمعيه وباش يوقفوا الجمعيه وباش معناها باش يبدلوا لها الفكره اللي كانت عند الجوارات باش تتبدل. هذه الحركه هذه والله مشكور عليها ساعه والحاجه السيد معتمد، خاطر هو ديجا معناها بيرسونيلمون هو توعد زاد معناها وعد قال لي حتى باش نتدخل باش مع جوارات ومع الهيئه باش يكون وصل معناها وصلتها معناها همزه توصل ما بين الجوارات والهيئه، خاطر لا ما عادش فما انعدام ثقه ما بين الجوارات والهيئة، فمن انعدام ثقة. هو السيد المعتمد توعد قال باش ندخل ما بيناتكم بالصلح، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ينفذوا وان شاء الله نلقاو روحنا اون بوني تا خير من هيك. اهم مخرج به يكون لابد الاطراف الكل تتلم وتتكثف الجهود باش ننقذوا الجمعية ماشية فيها هاوية،
الجمعية إذا كان تعمل فورفوي آخر تتحل، وهذا ما هيش في صالح المساكنية بالكل، ولذا لابد باش نسعى باش نلموا الأطراف الكل نلعبوا على الأقل ماتش هذا، وبعد نحاولوا نحسنوا الوضعية قدر المستطاع بطبيعة الحال ونوفروا لنا نقدروا عليه باش نمشوا الجمعية، لأنه مش معقول جمعية مساكن تعمل فورفوي المرفات مع مدنين، وثاني حاجة مش معقول زادا نمشي ما نمشوش نلعبوا مع مزتمين ونخسر هذا بالفرفي، ولذا مهما كان تكاليف باللي موندبور نتاعنا بكل شيء يلزمنا نوصلوا باش نلعبوا ساعة الماتش هذايا، مانيش حاطين لا ربح لا خسارة، المهم أننا نلعبوا وبعد نحاولوا نصلحوا ونداركوا ما فات وإن شاء الله نوفقوا في المجال هذا. تو الملاعبية وكان ننظروا جيدا للوضعية يعيشوا فيها هم الملاعبية الحقيقة الواحد يعذرهم، أما تبقينا مهما كانت الأعذار يلزمنا نحاولوا باش نخليوش لجمعيتنا في المستوى هذا. صحيح فمش رهوة، صحيح فمش حتى مسؤول، صحيح زادة فمش حتى عناية كما قالوا حتى دابو سامي ماهيش موجودة، ولكن كان من الممكن باش نديركو هذي باتصال بالهيئة برئيس الهيئة بمنعش يعني، لأنه يعني الحقيقة غياب كل للمسؤولين، فمش حتى مسؤول يخف مع الولاد ولا كذا، والعملية هذه اللي عملت الإنقاذ هذه علاش ما كانش من قبل، لأن البوادر متاعها كانت عندها فوق 20 يوم، إلا بعض المحبين الهيئة حتى واحد من الهيئة ما قال إجا عاوننا ولا كذا وكذا، بالعكس فمش حتى اتصال من حتى طرف من الهيئة، لأن الهيئة بكل شفاء ممثلة في رئيس الجمعية نورمال ما يتصل بالأطراف المفاعلة في كرة اليد ومعروفين هم أربع كعبات في الهونغ معروفين في مساك أربع كعبات يتصلوا بهم ويحاولوا يتوقوا المشكلة. نداء نوجهه للملاعبية ساعة باش يرجعوا يترينيو غدوة إن شاء الله، عندهم اجتماع مع المعتمد الصباح والعشية يطلعوا يترينيو، ومناش نلوجوا على النتيجه لنا حد شيء، لازم نمشيو نلعبوا باش ما نحلوش الفرع اول شيء، وثاني حاجه الملاعبيه لازم تحملوا مسؤوليتهم في المجال هذا، ونحن كهيئه نحاولوا بطبيعه الحال نعاونوهم ونوفروا لهم يحتاجوا عليه، وهذا تعودوا به من سنين طويله. هذه اسمها صفقه خطيره، خاطر عمرنا ولا عملنا فورفي للبرة ولا في مساكن، حتى سرتو حتى الجون ما نعملوش فورفي، هذه ممكن اول مره في تاريخ مساكن فريمون، وقعت كي الشوك معناتها انسان تروماتيزي من مش اللقاء هذا، وهذا الكل حسب رأيي ثم برشا أطراف مسؤولة وش لازم نذكرها نرجعوا لها. تو المهم مهم المهم تو لازمنا نشوفوا المستقبل، ولازمنا ننقذوا الجمعية ونعملوا ماتش نتاعنا إنقاذ ممكن، عندنا حتى شوية وقت ونجموا نعملوا ريكروتمون وندعموا الفريق، والناس كل إن شاء الله يحسوا بالمسؤولية الجماعية، مش كان زي المسؤولين برك ثم حتى الملاعبية زي المسؤولية عندهم كبيرة، هما اللي لازم ينقذوا الكيب نتاعهم، خاطر هي الكيب أفريتو نتاعهم هما مش تاع مسؤولين تاع ناس أخرين. اولا اللاعبين خاطر هما الاساس معناتها تاع اللعبه، دونك هما حسب رايي لازم يكونوا موجودين غدوا باقصى عدد ممكن، معناتها الناس كل سواء ليكيب سينيور معناتها العناصر تاع الاكابر ولا زي الجونيور كلهم لازم يكونوا موجودين باش حضروا الماتش نتاعنا اقل شويه، او سي عبد الرزاق باش يغدوا باش يدربهم، معناتها هما لازم يكونوا موجودين باش يكونوا على الاقل فيزيكمون على الاقل يحاولوا يصلحوا شويه، وزيد الاحباء كيف زاد من نوجه دعوه لحباب باش يلتفوا حول الجمعيه ويعاونوا ماديا وادبيا، ورؤساء الاموال كيف عندنا مشاكل كبيره ماديه الباري وجورات من حقهم باش يطلبوا مستحقاتهم، وثم مصاريف معناتها بالنسبه للكاتيجوري كل لي جون ولا سينيور، ثم تنقلات ثم برشا حاجات معناتها لازم توفر، دونك نداء للناس الكل مساكنين الكل باش ناخذوا ليكيب، راه عندنا ليكيب هايله نتاع هوند وعندنا تاريخ كبير نتاع هوند، ما لازمناش نخلوها تضيع كومبليتمون، هذا فريمون تقعد وسط متعارف في مساكن ومسؤولين وناس كل ما تتحملوا مسؤوليه فيها، هذه فرصه معناتها باش ناخذها ما نضيعوش فرصه هذه، وان شاء الله نوصلوا لنتيجه باهيه مع بعضنا. والله سي عزين تو ذكرني في سنه يظهر لي سي عزين عام 2010 ولا 2011 لما كانت الجمعيه من شرف الهاويه يعني مش تسقط، رجعنا وضافت الجهود وضافت الجهود باش ناخذوها وانقذناها، وكنت تذكروا عامتها عملنا ديمي فينال مع الكلوب افريكا بولاد ولا جمعيه وصلناها للنصف النهائي، فهمت في تونس العاصمه مع النادي الافريقي، وفي الحاله هذه بطبيعه الحال نقذناها وحاولنا باش نرفع من شانها، نرجعوا لنفس المشكله سناء هو التدحرج هذا الغريب الا في الجمعيه وعدم الاكتراث وعدم الاهتمام بالجمعيه كاني مش تابع المساكن بصراحه.